أفضل الهدايا اللي ممكن نقدمها لكل الأبراج النارية الترابية الهوائية والمائية. تعالوا لنشوف نور، شو بتحبي حدا يهديك يا نور؟ هاتي لنشوف. قري. ما فيني أقول. كبرج ميزان مثلا. ما فيني أقول أبدا. ذهب روحي، ما بده الشطارة، كلياتنا نتمنى الذهب. لا لا، القصة أكيد مزح، أكيد كلياتنا نتمنى ذهب أكيد، بس لا، في هدايا مخصصة. بلش مع الحمل. تلقطوا عينه. يعني حتى لما بتوقف أنت قدام محل، ففي شيء أنت خاص فيك تلقطوا عينك لأنك بتحبه. تمام. الحمل يحب الكريستال أو الأدوات الزينة عموماً، الشغلات اللي لها علاقة بالمنزل. يعني إذا أمك من مواليد درج الحمل، كتير خديلة مثلاً، صحون، كاسات، شي فازي للبيت، شي له علاقة بالأمور اللي تقيلة. لا تسترخص مع الحمل إطلاقاً. لا يحب الهدايا الرخيصة، لا يؤمن بالمعنويات. يعني عموماً إنه مو مثل برج الثور، لو جبتي له وردة بينبسط الحمل. لا لا، لا تجيبي له وردة أبداً. بحب الفازي، بحب الكريستالي، بحب هاي اللي هيك شغلات المختلفة محروفة، المحروفة والتقيلة. يعني لا تفكر تسترخص مع الحمل. عكس مولود برج الثور اللي يجيب له شغلة عملية، له علاقة كتير بالأشياء العملية، جزدان، كتاب، مثلاً موبايل أكيد، يعني الأشياء اللي هو بيستعملها. لا تجيب له هدايا العلاقة بالصمد، ما كتير يهوى هاي القصة. حرام مثلاً، مثلاً شغلة العلاقة بال مثل ما قلنا، الشيء اللي بيستعمله طعم فناجين. إيه بس يعني أنا بشوف حتى مولود برج الثور قليل ما يحب القهوة. يعني من الأشياء اللي لا يعتمد كتير على المنبهات. يا أخي بيحافظ على صحته برج الثور. الجوزاء. الجوزاء كل الأشياء اللي لها علاقة بالأوتوماتيك، بالحضارة، يعني بالتكنولوجيا، اللي سماعة، هيدفون، طبعاً أكيد موبايل، لأنه أصلاً ما بينزل الجوزاء من إيده موبايل. إذا بتقدروا موبايل ولابتوب، هاي شغلة مفضلة بالنسبة له. أوكي. يعني كل الأشياء الإلكترونية أنا برأيي أكثر. طبعاً وشي يكون فاتح اللون، إذا حبيتوا تاخذوا له مج. هلأ هو بيحب الهدايا رمزية على كل الأحوال. المهضيمه، يعني الهدايا المهضومة. مثلاً مج عليه صورة مثلاً قرد، يعني هاي الأشياء المهضومة اللطيفة اللطيفة بيحبها كتير. مولود برج السرطان الأشياء الشخصية جداً 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 جداً. يعني لازم ندخل للأعماق لنعرف شو بيحب. لا لا، شال، بلوزة، شيء إله. لا تجيبي له شيء لبيته ابدا، طقم فلاجين، ما طقم فلاجين، ولا بتحني له القصة. لا، هديه له وبس. شال، حسب كل حدا وطبعه، يعني بلوز، بنطلون، شغله هو يستعملها مثل ما هو بيحب. يعني بالنتيجه المهم انه شغله لإله، مو شغله ابدا تكون خاصه بغيره او للمنزل. مع انه هو السرطان اهم شيء بحياته المنزل، بس اذا بيحب هديه هو على فكره حدا يحتفظ بالهدايا كمان. يعني السرطان، لذلك وقت اللي انت بتجيبي له شغله فبفضلك كل ما لبسه يتذكرك. يعني شيء هيك. الأسد. مولود برج الاسد اي شيء تقيل، يعني استثقل مع برج الاسد كمان مثل الحمل اطلاقا. لا تفكر بالرخيص معه، لانه بيحب الاشياء اللي هيك لها وزن. يعني انا جاب لي كذا مثلا، عرفتي؟ يعني طبعا كمان بيحب الاشياء المنزليه، يعني طقم فناجين مرتب، طقم صحون مرتب، فازه مرتبه، بيحب هاي كل الاشياء. كل شيء غالي. ايه بس انه غالي. جميل جميل، يعني قصه هيك جميله تكون. العذراء الدرويش يقبر قلبي. ما بظن، ما بظن. لا لا، ما بظن. بس هو بيحب جزدان، شال، كتاب، لوحه، يعني يفضلها أكثر رمزية على كل الأحوال. الشموع يفضلها أكثر رمزية بكتير. أكيد بنرجع بنقول كلياتنا بنحب الذهب، بس يعني يفضل الأشياء الرمزية أو يحب الأشياء الرمزية. العذراء بيرد، فبيفكر شلون بده يردها. عرفتي؟ فبفضل تجيبي له رمزي ليجيب لك رمزي. مدام نجلة بتقلنا على طول أي حدا بده يهديني يهديني شموع. شموع أنا روح قلبي بالدنيا شموع، جدية أحبها. برج الميزان كل الأشياء الجميلة، راح الأشياء المختلفة الجميلة. يعني أوكي. هو يؤمن بالجمال، إله أو لبيته ما عنده مشاكل، يعني سواء للمنزل سواء لإله بشكل شخصي ما عنده مشكلة، بس إنه تكون شغلة جميلة، شغلة هيك فتحة فرحة. طبعاً شوكولا مثلاً، يعني صناديق الشوكولا إذا بتجيبوا يعني على الميزان بيفرح فيها، يعني ما بيزعل أبداً. هي اختصاصه الشوكولا والأشياء الجميلة للميزان.
العقرب شيء شخصي جدا 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 وتقيل جدا جدا. هو اذا بدخن سيجار مثلا، غليون مثلا، اشياء العلاقه بالامور الشخصيه فيه، طقم مكتب كرتبل وهيك شيء، شغله بس فخمه يعني. لا كمان ما بيسترخص للعقرب، لا تسترخصي له ابدا. يعني بيحب القطع لانه الشيء اللي ما بيعجبه او ما بيكون شيء حابه فبيكبه بكل بساطه، يعني ما بيعني له. عرفتي القوس تبع الرمزي؟ ما عنده مشكله بالرمزي، بس حلو، قصه حلوه يعني، تكون شغله شخصيه لإله، بس ما عنده مشكله تكون للمنزل، بس قصه اقرب للرمزي، مع انه هو من الابراج الناريه على فكره. بدله رياضه مثلا، بلوز مثلا، صندل رياضه، طبعا هو روح قلبه رياضه مثلا، من الاشياء جزدان بحبه، مثل الجدي بموضوع الجزدان، الجدي روح قلبه الجزدين، ابتداء من الجزدين الصغار بالبرنيه للجزدين الكبار، الشنطه روح قلبه الانسه شنطه هي دائما. انا بشوف الجدي مهتم بشنطته وهيك حاطط كل اغراضه الضروريه. لا يمكن انه تشوف جدي ما في حبه دواء لزقت جروحها، صيدليه كامله، كل شيء كل شيء بيلزمك، ابره خيط، دبوس، كل شيء. الدلو من الاشياء اللي له علاقه بالاشياء الجماليه، لكن كمان الرمزيه يعني. هلا هو يفضل بدله رياضه، ما عنده مشاكل، مثلا بلوزه له ما عنده مشاكل، بس يفضل الاشياء المنمنمه يعني، هاي الشغلات الناعمه اللي بنحطها هيك، صمديات، الشغلات اللي بتنحط على الطاوله، ما عنده مشكله اطلاقا بالزرع مثلا، باي شيء له علاقه بزرعات يحب مولود برج الدلو. واما الحوت فيعني ببساطه كتاب للطبخ او كتاب للاستشفاء الدوائي، عرفتوا هدول تبع طب الاعشاب وهيك، هذا اختصاصه للحوت. واذا بتحبوا تجيبوا له اي شيء نكد ما عنده مشاكل في الحياه. كرهوني جماعه الحوت. لا بس لطفه يعني، يميل الى الاشياء الرمزيه، وطبعا يعني بيحب فعلا الشيء اللي بيخصه له، يعني الشيء الرومانسي. هلا جماعه الورد مثلا، اوكي الحوت ممكن يكونوا طيب. جماعه الورد. اليوم اخذنا كثير معلومات عن هدايا الابراج، بالمرات الجايه حنشوف اسرار ثانيه متعلقه كمان بالابراج. شكرا كثير لك مدام، يسعد صباحك، سعيده. صباحك.